وزي ما قلنا طبعا الخرطوم دوت عاملينه برضو في الجبسون برضو بيريحنا. طبعا احنا كنا اول ناس عاملة موضوع الخرطوم دوت، لحد دوت مفيش تقريبا حد عمله، بس انا ريحني بحيث ان بعد كده ما كسرش. يعني انا عندي الكاميرا بالشكل ده، يعني عندي 10 سنتي، عشان اعمل خرطوم للجبسون بورد فانا مضطر ان اخد خرطوم من العلبة هنا واكسر بالشكل ده كده، واطلع لفوق واطلع لفوق تاني. طبعا هيبقى عندي اكتر من كربة. ديت كده اللي هي الغرفة بتاعتنا، لف داير. طبعا ديت كده الغرفة، عملنا كده مخرج في النص، مخرج واحد بس في النص، وعندنا الماسورة ديت مكملة طبعا رايحة على البواط على طول، او العلبة بتاعتنا اللي هي ديت مش بواط، طبعا احنا بنعملها علبة بحيث نقدر نستخدمها بعد كده بريزة او اي حاجة نحط فيها كشاف طوارئ. عندنا ده كده خرطوم لوحده، وزي ما قلنا طبعا الخرطوم دوت عاملينه برضو في الجبسون برضو بيريحنا. طبعا احنا كنا اول ناس عاملة موضوع الخرطوم دوت، لحد دوت مفيش تقريبا حد عمله، بس انا ريحني بحيث ان بعد كده ما كسرش. يعني انا عندي الكاميرا بالشكل ده، يعني عندي 10 سنتي، عشان اعمل خرطوم للجبسون بورد فانا مضطر ان اخد خرطوم من العلبة هنا واكسر بالشكل ده كده، واطلع لفوق تاني. طبعا هيبقى عندي اكتر من كربة. طبعا بغنى عن الكلام ده كله، فانا اقدر ان انا وبرمي السقف سواء كنت انا اللي هشتغله او حد غيري. ارمي طبعا خرطوم بالشكل ده هيريحنا في الجبسون بورد. عاملين 3 مخارج بالشكل ده، عاملين اصفر وازرق واسود وازرق تاني. عندنا مفتاح 2 3، والاسود ده بيكون الارض بتاعنا بحيث نقدر نوفر على نفسنا شغل كتير في الجبسون بورد، بدل ما نكسر في الكاميرا. كل حاجة هتكون موجودة بالشكل ده، هتكون بكل سهولة. عندنا بالشكل ده كده المفاتيح بتاعتنا، دول كده التلاتة اللي هم موجودين بتوع الجبسون بورد، وده المفتاح بتاع اللمبة اللي في النص، ودول الاتنين الأرض بتاعهم، وده الأرض بتاع اللينيا، وديت اللينيا بتاعتنا. طبعا اللينيا بتاعتنا جاية من فوق ونازلين طبعا بالشكل ده. بالنسبة لتفاصيل رمي السقف دوت هتكون موجودة في الوصف، هسيب لكم رابط الفيديو، هظهر لكم في علامة الاي. ده كده طبعا اسهل طريقة انك تقدر تسحب اسلاك الغرفة بكل سهولة وبكل احترافية. النقطة في النص، وعندك 3 مخارج او 4 مخارج للجبسون بورد على حسب ما انت عايزها. لو تعمل ليد بروفايل تعمل بطاقة صغيرة بطاقة كبيرة، بيت نور لو تعمل بطاقة كبيرة على مفتاحين وبطاقة صغيرة على مفتاحين، بيت النور على مفتاح، يبقى انت محتاج 5 فرن. وبالشكل ده احنا وصلناهم هنا، ننزلهم على المفاتيح. وده كان الفيديو بتاع النهارده، وربنا يكون عجبكم وعجبكم الفيديو. شكرا لك على الفيديو، ان شاء الله تعالى شير